أريد أن أسأل عن أطفال الإيزيديين، هل وجدتم أن التنظيم استطاع من أن يمارس عمليات غسل كامل لأدمغتهم؟ وهل تمارسون نحوا أو يقع تحت عنايتكم إعادة تأهيلهم نفسيا؟ لدينا قسم خاص والذي يعنى بالتحقيقات المرتكبة ضد النساء والأطفال، وبالتأكيد هنالك تركيز خاص على الأطفال اليزيديين ولا سيما الأطفال وما يسمى بأشبال الخلافة والذين انتزعهم التنظيم من أسرهم وأخضعهم لتدريب عسكري، وكذلك وجدنا قضايا تتعلق بجهود تنظيم داعش لغسل أدمغة هؤلاء الأطفال وتحويلهم إلى ما يسميه تنظيم داعش نسخته من الإسلام، كننا نعرف أن ليس ذلك هو الإسلام الحقيقي ومعناه الجوهري، ولكن لسوء الحظ في بعض الحالات نجح التنظيم في غسل أدمغة هؤلاء الأطفال. أما فيما يخص الدعم الاجتماعي والنفسي فللفريق جهود بهذا الشأن إلى جانب تحقيقاته، لكن ضمن ولايتنا فجهودنا محدودة إلى حد ما فيما يتعلق بهذه الجهود النفسية أو الخدمات النفسية المقدمة، لكن نحاول أن نعتني بالأسر التي لها علاقة بهذه التحقيقات، لكن لسوء الحظ ليس للفريق جهود كبيرة جدا فيما يتعلق بالخدمات النفسية، لأن ولايتنا تنطوي على إجراء التحقيقات بصورة رئيسية.